نقف اليوم هنا تلبية لنداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لشكر من يستحق منا كل الشكر والتقدير. نشكر أبناء القوات المسلحة وضباطها وجنودها وجميع منتسبيها، فشكراً لكم من القلب. شكراً لأن بيوتنا آمنة ومنجزاتنا محمية واتحادنا محفوظ بكم. شكراً لأنكم تعملون بصمت وتنجزون بتفوق وتحرسون كل شبر من أرض وطن الغالي كل تضحية وإخلاص. شكراً لجميع أبناء القوات المسلحة من موظفي مكتب رئاسة مجلس الوزراء. شكراً لحماة الوطن.